يوميا نمشي لهم ما كان والو ما كان والو يوميا يحقرونا قاعدين نجيهم ولا قاعدين يجوني انا يبلعوا كاع البير ويخرجوا يمشوا في حالهم كاع يولوا يبلعوا البير نتاعهم ويمشوا في حالهم مشكيت على السينيسمو هذه الزيرية الحاله المستهريه هذه الرقارات وخلصنا بدراهمنا وخلصنا بكل شيء هذا كامل ما جاوش قطره نتاعنا وتا الى قطره هنا ايش على لنا السوق ما خطره ما يزور راهي شبكه تريسينتي ما هو فم باب السوق وماذا بينا الطريق الحالة يخدمون لنا السوق نولوا نقو تنقاي مليح نقدروا كي يدخل الزبون يدخل الاستراح للسوق ما يدخل الباتوار ولا خير الباتوار من السوق تمشي ترقد في الباتوار تخدم فيه خير من تدخل السوق هذا بغينا شروط النظافة توفر لها السوق خاطر مادام كي سميته يشكي تاجر من الوضعية نتاع السوق حتى الزبون راه يشكي منها مادام ان البلدية تعتني به يتلفتوا التفاته كبيره لسوق بوده ويحاولوا يعطوه الصبغه اللائقه به يعني السوق هذا سوق قديم وسوق كبير في مدينه اضرار ولكن ما لقاش يعني التهيئه المطلوبه احنا اليوم نطالبوا باش يكون هذا السوق يعاود اعاده الاعتبار ليه وتهيئته باش يعني التجار يخدموا في اريحيه.